صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في غزوة المريسيع، وهو اسم ماء يعني إما عين وإما بئر، كانت المعركة في ذلك الموضع فسميت الغزوة باسم الموضع الذي أقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سببها ما بلغه من تجمع الأعراب وأهل البوادي لمهاجمة المدينة. وكل حروب النبي كانت يعني لو لم يكن هناك عدوان او ارادة العدوان على بناء الاسلام لما خرج النبي في عمله الاسلامي عن الدعوة، فكان قتاله قتال دفاع وإطفاء للنار في أول اشتعالها، كذلك هذا من الحزم ومن عظمة رجل الدولة اللي ما بيخلي الأمر يكبر حتى يتفاقم فبيكافحه ولو تغلب عليه فيعظم الضرر. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما بدنا ننظر إلها أنها سيرة مثلا عالم ديني للوعظ والإرشاد، لا، وأيضا رجل الدولة، رجل الدولة لازم يدرس سيرة النبي وسياسته في حروبه وسياسته في الرعية وسياسته في معاملة الأفراد كرجل دولة وكرجل داعي ومرشد إلى الله على مستوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حصل في هذه الغزوة بعض الأحداث، فحدث فيها قصة الإفك، فهذا كذلك ابن الرجل العظيم متى ما ظهر وجوده للمجتمع، المجتمع ما هو بعقلية واحدة ولا هو بطبيعة واحدة ولا بعقيدة واحدة، ففي المجتمع من عقيدته تعادي عقيدة الداعي، فهذا بده يكون عدوا له، يتربص به الدوائر ويحاول تهديم دعوته وسمعته وكرامته بكل الطاقات. في بعض الأنواع حساد، في بعض منهم فيهم أخلاق الجاهلية، فيهم أصحاب الأنانيات. فالشاهد في النبي عليه الصلاة والسلام صار معه في المعركة في الغزوة قصة الإفك. الإفك بهتان وكذب ودس، استغلها المنافقون الأعداء الإسلام باطنا والذين يغيرون الإسلام ظاهرا. ومرت معكم القصة
حتى بعض الصحابة وقعوا في الإفك كحسان شاعر النبي إذا سئلت من سيوف الإسلام أخع، فحمل أي أخذ زوجة النبي زينب كمان وقعت، فبهالمناسبة يقولوا إن ابن المقري، هذا كان من العلماء السلف، يقول ظهر من ولده بعض ما يؤاخذ به تجاه والده، يقول فقطع عنه النفقة تأديبا له، فكتب الولد إلى الوالد 3 أبيات من الشعر قائلا: لا تقطع عادة بر ولا تجعل جزاء المرء في رزقه. إذا بدك تعاقبني ما تعاقبني تقطع معاشي تقطع رزقي خرجيتي، لا تقطع عادة بر ولا تجعل جزاء المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح. هذا مصطح شو بيكون لسيدنا أبو بكر؟ ابن خالته، من جملة من تكلم في قضية الإفك واتهم عائشة، وكان سيدنا أبو بكر عم ينفق عليه. فإن أمر الإفك من مصطح يحط أمر النجم من أفقه. لو كان مقامه في السماء بعد ما اشتغل الشغل بيصير بأسفل الأرض، في أكبر من الذنب، يعني شو أنا ذنبي أكبر من ذنب مصطح؟ وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. لما أقع معاشه الله قال له: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبوه ما هي يعني هي بتفوت على الناس كثير، فكتب إليه والده يقول، هي في حكم فقهي بجوز أكل الميتة للمضطر ويجوز أن يترخص برخص السفر كالتيمم وغيره إذا لم يكن سفره معصية، أما إذا كان سفره معصية فلا تباح له الرخص. فأبوه بجاوبه يقول له: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه. إذا عصى بالسير في طرقه لأنه يقوى على توبة تكون إيصالا إلى رزقه. إذا تاب يباح له أن يأكل ما حرم عليه. أنت عم تحتجن لمصطح، مصطح لو ما تاب الله ما عاتب الصديق بسببه ومن أجله، لأنه يقوى على توبة تكون إيصالا إلى رزقه. لو لم يتب مصطح من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه. وكان رسول الله قد سأل زينب بنت جحش، تقول عائشة عن أمري، فقال مع أنه ضرتها، فقال لها: ماذا علمت عن عائشة؟ فقالت: يا رسول الله أحمي
سمعي وبصري، لا سمعت ولا شفت، والله ما علمت عليها إلا خيرا. من ذرة قالت عائشة: وكانت تضاهيني وتفاخرني بجمالها من أزواج النبي، فعصمها الله بالورع. والورع هذا فرع من فروع الإيمان. فالإيمان يا ابني الحقيقي الكامل لا ينال حتى الأنانية تفنى في الإنسان، ويبدل عوضا عنها بإلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وهذه لا تكون إلا بصحبة المربين المزكين، وبدوام الذكر، وبقراءة القرآن على طهارة. ما طهارة الجلد والثوب، طهارة القلب والنفس، لا يمسه إلا المطهرون. فعلوم القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن ما بتعلق إلا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. ولا بشوفه بيقرأ قرآن ما بيعلق لا بفكره ولا بقلبه ولا بنفسه ولا بأخلاقه. قال: وطفقت أختها حمية تحارب لها، وقامت أكلتها، والنبي أقام عليها الحد لما نزلت براءة عائشة في سورة النور. ولما بلغ الخبر صفوان بن المعطل اللي حمل وركب ستنا عائشة لما شافها مقطوعة، قال: سبحان الله، والله ما كشفت عن ثوب أنسى في حياتي قط. ثم قتل بعد ذلك شهيدا. ويكفي شهادة الله له ولعائشة بالبراءة قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. من أولئك؟ صفوان بن المعطل وعائشة. مما يقولون يعني المنافقون والذين قذفوهما بما قالوا، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا ابني كقصة تتلى وبسمعها الإنسان، فبدي يأخذ منا عاد العظة والعبرة والفائدة. فالإسلام ما قام بالهوينة وما قام بالراحة، هذا بعض ما لقي البناء والداعي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الداعي في كل عصر بده يقع في قصة الإفك، بيفكوا على عرضه وعلى كرامته وعلى قوله وعلى أعماله وعلى أخلاقه. فالنبي لما صار معه ما صار، ما انهزم، ما ترك الدعوة، ما مل، ما جبن، ما تضجر، هذا كله. كما أن من ناحية تانية الله قال: إن يمسسكم قرح، يعني يجي راحة، فقد مس القوم قرح. في أحد كل الناس في كل أعمالهم بيلاقوا العناء، المهندس والطبيب والسياسي والضابط والتاجر، يعني الأذى ما بس بقى على اللي عالشيخ. فقال كمان حدث ثاني في هذه الغزوة، قال: وفي هذه الغزوة قال: حدث أن رجلا من المهاجرين اسمه جهجاء. شو اسمه؟ اسمه جهجاء. كان أجيرا لعمر يقود له فرسه، فانطلق ليملأ قربا من الماء للنبي ولأبي بكر وعمر.
فوجد الناس يزدحمون على الماء، فأمر الناس بالإمساك ليملأ قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قرب النبي إمام الدنيل، فنازعه رجل من الأنصار. كمان إذا في واحد إذا كان خادم النبي بعض الأوقات يكون ما في عنده حكمة، ما بيعرف يتصرف. فنازعه رجل من الأنصار وكان أجيرا لعبد الله بن أبي سلول. واحد عم يشغل النبي وواحد عم يشغل لرئيس المنافقين، فتنازع فضرب جهجاه المهاجري الأنصاري، زلمة مين؟ ابن أبي سلول. فقال الأنصاري يا للأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين. فأقبل جمع من هؤلاء وهؤلاء وشعروا السلاح حتى كادوا أن يقتتلوا. والنبي حي وهن صحابة، لكن ما معنى ذلك صاروا أنبياء وما صاروا معصومين. فكل واحد يا أمي ممكن أن يظهر منه كل شيء. حتى كادوا أن يقتتلوا، فسمع النبي الضوضاء فقال ما هذا؟ فأخبروه فقال إنها لجاهلية. إنها شو يا للأنصار يا للمهاجرين؟ كمان مثل يا للخزرج يا للأوس. فقال إنها لجاهلية دعوها فإنها منتنة. دعوها فإنها إيش؟ منتنة. وقال ابن أبي ابن أبي سلول أوقد فعلوا؟ ها عم يجرؤوا علينا دول أهل مكة المهاجرين. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أنا بدبرهم هدول المهاجرين بس لحتى نرجع للمدينة. وقال لأصحابه لقد آويتموهم، كانوا مشردين مطرودين، وقاسمتموهم أموالكم ويصنعون بكم هكذا. والله ما رأيتك اليوم مذلة كمثل هذه المذلة. يجرأوا علينا، لقد ناثرونا وكاثرونا في بلادنا. راح ياخذوا المدينة وراح يصيروا أكثر منا، وأنكروا ملتنا. كنا على ديننا وعلى ملتنا، كمان غيروا لنا ديننا. والله ما أعدنا، أي أظننا يعني الأنصار وقريش، إلا كما قال الأول في أمثالهم. مثلنا ومثلهم مثل مثل القديم، سمن كلبك يأكلك وأجع كلبك يتبعك. سمن أكرمناهم ودللناهم ورفهناهم وعطيناهم أويو راح إيش؟ هذا العدو هيك نظره وهيك ذوقه. قال وشبه النبي والصحابة بالمثل الوقح الخبيث من الرجل الخبيث، سمن كلبك يأكلك وأجع كلبك يتبعك. لقد ظننت أني سأموت قبل أن أسمع ما سمعت. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله وأصحابه.
وقال لأصحابه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لعتعطوهم لعتصعدوهم بالمصاري بالمال بكذا ليتحولوا عنكم إلى غير داركم ثم لم ترضوا بما فعلتم ما اكتفيتوا حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا جعلتوا حالكم هدف للموت دخلتوا الحروب معهم وأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا شوف شلون عم يثير الفتن شلون عم يزلزل الإيمان في القلوب بالشؤون الدنيوية والحظوظ النفسية فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون فسمع مقالته زيد بن أرقم فأخبر النبي بكلام ابن أبي سلول وشاع كلامه بين الناس فقال بعض الأنصار له انطلق إلى النبي واعتذر له حتى يستغفر لك فأبى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هذا مع كفره وعدائه وهو اللي شيع الأفك وهو هلا بده يعمل الفتنة ويطرد النبي والصحابة من المدينة ومع ذلك النبي شو عامله لما هلا جاي معطل فلم يزالوا به حتى رضي وذهب معهم إلى النبي واعتذر وحلف أنه ما قال ذلك فقبل النبي عذره ظاهرا تألفا له كما كانت عادته مع المنافقين ثم أنزل الله سورة المنافقين تكذيبا لابن أبي وتصديقا لزيد بن أرقم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني ما لهم مؤمنين كفار اتخذوا أيمانهم جنة استارع على كفرهم فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون مع شهادة القرآن بكفر الصريح والشهادة الصريحة بإثبات القرآن النبي كيف عاملهم عفا عنهم واستغفر لهم وكفنوا بقميصه وقال نحسن صحبته ما صاحبنا انتبهوا يا ابني لخلق الداعي والخلق الإسلامي هذا من المؤلف قلوبه مع انه المؤلف فيه كافر يؤلف بالمال بالعفو بحسن المعاملة قد يكون آمن لكن ضعيف الإيمان فقال النبي لزيد يا ذا الأذن الواعية إن الله صدق مقالتك أن كل واحد يكون أذنه واعية لمصلحة الإسلام حتى يتبين عدو الإسلام من صديقه وابن الإسلام من ابن الشيطان فإذا عرفت واحد ابن الشيطان ما بصير تسكت عنه لحتى الناس يحذروا منه بعدين بيقعوا في
فخه في أذاه. فقال عمر: دعني أضرب عنق ابن أبي فإنه رأس المنافقين، يعني رأس الكافرين، وعبد اتخذ الإسلام تدليسا وخداعا لينقذ رأسه من الموت. فقال النبي: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن نحسن صحبته ما صاحبنا. في بعض الروايات قال له: يا عمر، لإنك إن قتلته تحرك 1000 سيف من أجله. عشيرته اللي ضعاف الإيمان بيصيروا له حمية وقرابة. بدا صبر يا ابني، بدا أنات. النبي لو قتل أبو سفيان كان كل بني أمية ساووا على النبي، فحلم النبي جعل كل بني أمية يقاتلوا تحت راية الإسلام. المنافقين كلهم بالنهاية كلهم تابوا وآمنوا وصاروا من المسلمين. وأنزل الله في حق عمر، شو أراد عمر يعمل؟ يقطع راس مين؟ ابن أبي سلول، رأس المنافقين اللي حكى عن النبي ما حكى. اعمل إفك، ما اكتفى بالإفك، واعمل واحدة تانية: لا يخرجن الأعز منها الأزل. الله أنزل: قل للذين آمنوا. مين الذين آمنوا؟ عمر. وهل يحموا مع عمر؟ يغفر للذين لا يرجون أيام الله، اللي ما بتوقعوا أيام الله وحساب الله وعقاب الله يسامحوهم لا يعاقبوهم. الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، هو الله بيجازيهم. مع انه تم بالدنيا لحتى مات، ووصل يكفنوه كمان بقميص النبي، نفاق في الحياة وفي الممات. لكن على الله بتفوت. لما اجى النبي يصلي عليه، اجى كمان سيدنا عمر قال له: على هذا المنافق صلي. ما بتتذكر بالمريسيه شو عمل بالافك وشو حكى الاعز والازل وكلبك وملبك؟ وصار يذكر النبي وبتعطيه قميصك كمان. قال له: يا عمر، وما يغني عنه قميصي؟ ان الله لم ينهني عن الصلاه عنه. بعد الصلاه عليه الله انزل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. وفي رواية قال عمر: يا رسول الله، إن كرهت أن يقتله مهاجريا فأمر أنصاريا منا نفيضا حتى ما تحمل حساسية. فقال النبي: لا آمر، ولكن آذن بالرحيل، خلي يرحل الجيش. وكان ذلك في ساعة في شدة الحر والظهيرة. فأتى أسيد، مش الجيش، فأتى أسيد بن حضير، ده كان من عظماء الأنصار، فحي النبي بتحية النبوة وسلم عليه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا نبي الله، لقد رحلت في ساعة منكرة ما كنت ترحل في مثلها. هل أحد يمشي؟ المشي بعد العصر وترطوبة. فقال: أما بلغك ما قال صاحبكم، أن أسيد من الأنصار من أهل المدينة، وابن أبي سلول من أهل المدينة، زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل،
فقال أسيد يا رسول الله أنت والله تخرجه إن شئت وهو والله الأذل وأنت الأعز. ثم قال يا رسول الله ارفق به. لا كثير شد عليه فإنه والله لقد جاء الله بك وإن قومه ليهيئون التاج ليجعلوه ملكا عليهم في المدينة فقد استلمته ملكا. ثم سار النبي بالناس سيرا حسيسا. ما شوي شوي بسرعة بحيث صار يضرب راحلته بالصوت في مراقها أي ما رق من جلده أسفل بطنها. فساروا يومهم ذلك وليلتهم وصدر اليوم الثاني. يعني قريب 24 ساعة مشي متواصل. ثم نزل بالناس وكان فعله لإطفاء الشر وخشية أن يتسع الأمر بين المهاجرين والأنصار. فشغلهم بإيش؟ بركيد ما حصل في أحد لا أنت ولا أنا لا آل ولا إن هاي السياسة هي السياسة. وإلا لو النبي قصر يمكن كان بصير بيأتي بعضهم ببعض ومن الصحابة والنبي موجود. هي اسمها الحكمة. شو اسمها؟ العقل الكامل، معرفة بطبائع الناس كيف لازم نتعامل مع الناس بحسب طبائعها. ما تظن الناس ملائكة ولا معصومين. ثم نزل بالناس حين آذتهم الشمس وكان لعبد الله بن أبي ابن يسمى الحباب فسماه النبي عبد الله يوم موت أبيه وكان مؤمنا صادقا. فجاء إلى النبي لما بلغته مقالة عمر من قتل أبيه فقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فإن كنت تريد قتل أبي فمرني أنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالده مني. مشهور أنا بالمدينة ما في واحد يبر أبوه مثل حكايتي. وإني أخشى أن تأمر غيري بقتله فيقتله فأرى قاتل أبي فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر. لأنه شيء عاطفي وأنا مشهور يعني فأدخل النار. فإذا لم تقتله اللي أنا بتعالى خلاصه. فقال النبي بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وفي رواية لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأدخل النار وعفوك أفضل ومنتك أعظم. فقال النبي ما أردت قتله ولا أمرت به ولنحسنن صحبته ما كان بين أظهرنا. ولما انتهى النبي إلى وادي العقيق تقدم الحباب حتى أمسك بناقة أبيه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل. ويوصف بر الوالدين أنا الوالد الحقيقي أنا اللي لازم يبر الذي ولد جسدك أو الذي ولد إيمانك وعقلك وحكمتك وأخلاقك. وفي رواية حتى تقول يا رسول الله
حتى تقول لأبوه رسول الله الأعز وأنت الأذل أو لأضربن عنقك. عند باب المدينة عند الوادي قال له بدك تقول رسول الله الأعز وهو ابن أبي سلول إيش الأذل. فلما رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال له النبي جزاك الله خيرا. وكان غيبة النبي في هذه الغزوة 28 يوما وقدم المدينة في رمضان. فما أجمل ولو كان يكون في سير النبي تستوعب كل القرآن وكل أسباب النزول وكل الأحكام، أو سيرة للحياة السياسية، سيرة لتنزيل الأحكام وأسبابها وموجباتها والتدرج بها. ويقال قارئ السيرة إذا أردت أن تبني الإسلام فتعلم البناء من البناء الأول. ألا في ناس بالأمانة بدهم الإسلام دفع واحد وهو بنفسه ما بيعمل الإسلام كله، بدهم من الناس كل الإسلام ومن نفسه مضيع أكثر الإسلام. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إيش ما نزل القرآن والإسلام دفع واحدة؟ الله قال كذلك ليثبت به فؤادك. دفع واحدة ما تقصد تحفظه. ورتلناه ترتيلا بالتدرج حتى الناس تقبله شيئا فشيئا. فالمقصود يعني انه كل مسلم كما انه بده يصلي ويتوضا كل مسلم لازم يتعلم. لان النبي قال ليس مني الا عالما او متعلم. الجامع ما مصلى للصلاة، الجامع مدرسة للعلم، الجامع مدرسة للتربية، الجامع مدرسة للحكمة. مين اللي بده يعطي العلم والحكمة والتربية؟ الخشبات تبع المنبر لما العضائب اللي حامل السقف. لذلك يا أمي بناء العالم الحقيقي شروطه أكثرها في الكثير ما مهيئة في مدرسة واحدة، بده أكثر من مدرسة. فالآزم بعد ما بيخلص البرنامج القولي اللساني يدخل في البرنامج التربوي القلبي الروحي الأخلاقي. فعند ذلك إذا أخذ الشهادة الثانية هي الشهادة الحقيقية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واجعلنا اللهم هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا لا في الدنيا ولا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وبحر شوقي له قد هفا، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفا. فلا أعرف البشر في وجهه وفي رضاه إذا أخبرا بفوزنا واقتفى دربه يسقي من كفيه كوثرا.